هو اللي حصل في واحد وقف العربية قدام صيدلية، نزل العربية وقف عندي صيدلية، فأنا عادي في أي زبون عادي وقفت له، فأمر متكلمش، بس شوية قربت بتاع الأدوية تمام، فبيقول لي عايز ده برشام من ده بكام؟ قلت له ثواني اشوفه لك على الجهاز. بس راح اشوفه على الجهاز، لقيت فتح الباب وعايز يدخل، فانا بصيت له وراح واقف مكانه. بعد ما حطيته على الجهاز بلفيله بديله الشريط، بقول له بدل 7 جنيه. بس اخذ الشريط حطه في جيبه، بعد ما حط الشريط في جيبه دخل عندي صيدلية جوه، راح طلع سكينة وحاول يعني عايز يقتلني، قاعد يقول كلمة هقتلك هقتلك كذا مرة. بس يعني استغربنا، ده رد فعل سريع يعني، رحت مسكت ايده اللي فيها سكينة وايده التانية، رحت ضربه في المقتل بتاعه. بس ضربته كذا كذا مرة في المقتل، فطلعته بره، لقيته برضو عايز يقاوم، فأديت له ضربتين تاني برضو. بس يعني سيطرت عليه. بس ناس كان ماشية في الشارع عادي كأي شكل عادية، فحجزونا من بعض. بس ركب عربيته ومشي، فأنا عادي دخلت سريت عادي. بعديها بنص ساعة يعني تقريبا، سمعت إن في حادثة قتل حصلت، رحت قفلت على طول، قفلت ورحت على المستشفى، لقيت إن في حادثة قتل صح يعني فعلا حصلت. ف يعني المأمور هناك والمباحث وكده، قلت لهم اللي حصل وكده معايا. بس فأخذوا أقوالي وأخذوا الحقيقة اللي حصل معايا، ودول الأبي مواصفاته، إيه المواصفات اللي اتعدى عليه وكده، ديت المواصفات وكده. بس ف يعني بظرف يعني ساعتين ونص، لقيت يعني اتصلوا بيا وقلت تعالى عايزينك في المباحث. رحت هناك كانوا جابوا العربية وجابوا المتهم ده. بس دخلت وروني العربية الأول، هي يعني اتعرفت عليها وقلت هي وهي، طلعوني فوق اتعرفت عليه، ايوه هي دي، هو ده اللي اتعدى عليه وكده. بس هل هو اعترف بانه هو اعتدى عليك؟ رئيس المباحث ساله بيقول له هو انت تعرفه؟ قال له هو دخلت عليه الصيدليه وعايز اكتب، كنت عايز اكتب بس ما عرفتش. شكرا.